معانا الأستاذ عمرو من القاهرة. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. استفساري بخصوص صلاة القصر. نعم. أنا مقيم في محافظة القاهرة. طيب. بشتغل ده في سكنك الأساسي. سكن الأساسي ولادي. نعم. بشتغل في محافظة الإسكندرية. ودي مسافة قصر. مسافة قصر من يوم الأحد برجع، يوم الأحد الصبح برجع يوم الخميس. يبقى أنت بتروح الأحد بالظبط الصبح وترجع الخميس، فبتقعد الاثنين، بتقعد الاثنين والثلاث والأربع. حد اثنين ثلاث أربع خميس. لا خلينا بس فيه. أنت بتسافر الحد. الحد الصبح. خلاص الحد مش محسوب معانا، وبترجع خميس. الخميس، الخميس مش محسوب معانا. تعال بقى نشوف في ثلاث أيام ولا في زيادة، وعندنا يبقى عندنا الاثنين والثلاث والأربع. يجوز إن أنت تقصر. ليه؟ لأن القصر بيكون لمن سيبقى ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج. يوم الدخول اللي هو يوم إيه؟ يوم الحد مش هنحسبه، ويوم الخروج اللي هو يوم إيه؟ الخميس مش هنحسبه. يبقى فاضل لنا ثلاث أيام اللي هم إيه؟ الاثنين والثلاث والأربع. فإذا كان الكلام ده خلاص يجوز لك إن أنت تجمع وتقصر. واضح يا سيد عمرو؟ يعني أنا شغلي دايما هناك باستمرار. ولو مش برجع أسبوع ولو لان انت مسافر، حتى لو السفر ده تكرر. يعني مثلا واحد دلوقتي، انا اضرب لك مثال اوضح كمان، انا دلوقتي رحت اسكندريه، وبعدين رحت من اسكندريه رحت على اسوان، وبعدين خرجت من اسوان على الاسماعيليه، وبعدين قاعد بسافر. ما انا ممكن اقعد سنوات اسافر، انت فاهم قصدي؟ فاذا كان الكلام كده يبقى خلاص، فيجوز لك ان انت تجمع وتقصر. نعم.